حسن أخصائية الأمراض الجلدية من مستشفى الزهراء بإمارة الشارقة. هنتكلم معاه عن موضوع مهم جدا وتحديدا بالنسبة للناس اللي بتعاني من الأكزيما. ليها ممكن تكون أسباب كتير وممكن يكون كمان الناس اللي بتعاني منها استخدمت أنواع مختلفة من الأدوية ولكن أو العلاجات، في منها العلاجات التقليدية طبعا والحاجات أو الكريمات الموضوعية، ولكن البعض منهم ممكن تنتهي والبعض منهم ممكن ترجع مرة تانية، وخصوصا مع اختلاف الأحوال الجوية اللي احنا بنعيشه حاليا. هنعرف أكتر عن تفاصيل المرض الجلدي ده أو عن الإكزيما وأسبابها، وهل في علاج نهائي ليها ولا لا، مع دكتورة فاطمة. أهلا وسهلا بيكي معنا. أهلا بك يا عزة. أهلا بك. دكتور، مبدئيا يعني الناس اللي عندها الإكزيما في أقاويل كتير جدا عنها، وخصوصا لما بتظهر عند السيدات أو حتى عند الأطفال، ممكن يكون لها أسباب كتير ما بنعرفش بتيجي منين أصلا أو إيه سببها. طيب خلينا الأول نعرف الإكزيما ونقول أنواعها. تمام، تفضل. الإكزيما ببساطة هي عبارة عن دراين سيلسكين، يعني جلد ناشف. الجلد الناشف ده بيعدي بمراحل بقى، ممكن بس يبقى في حالات عندها جلد ناشف بس، في حالات بيبقى عندها جلد ناشف ومقشر، جلد ناشف ومقشر ومشقق، جلد ناشف ومقشر ومشقق وبيحك. تمام، كده المراحل ببساطة، فهتلاقي صورها مختلفة على حسب الحالة بقى وعلى حسب طبيعتها. الإكزيما عامة مرض وراثي يورث، ليها نوعين مشهورين جدا. أوكي. الإكزيما السبنيت السيبوريك درماتايتس، ودي دايما كومن في الاكستريمز، يعني في النيونيتس اللي هم لسه مواليد جداد، في صوره الكريد الكاب او القشره المشهوره قوي، يعني دي ممكن تكون اصلا اللي بتظهر عند الاطفال دي وراثيه. طبعا مش نتيجه عادات خاطئه، بعدين بتسوء بالعادات الخاطئه، لكن هي اساس مرض وراثي. تمام تمام. فهي نوعين زي ما قلت لك، اللي هي الإكزيما الوراثية اللي عند الأطفال الصغيرين، وأماكنها مشهورة قوي تبقى في الخدود أو في خلف الركبة أو في تنيات الذراع من فوق أو في أي مكان بقى، لو الجلد كله ناشف وفي عادات سيئة الأم بتستعملها في الحفاظ على جلد البيبي. تمام تمام. أو الإكزيما الدهنية زي ما قلنا، ودي في صورة قشرة وحكة في فروة الراس وتساقط شعر معاها وحرقان والتهاب في الوش. يعني دي الدهنية اللي بيجي معاها حكة أو زي هرش كده، فيهم حكة الاثنين، فيهم حكة، لكن الإكزيما الدهنية تتميز بقشرة فروة الراس وفي الوش، especially around the nose، يعني حوالين المناخير عند الحواجب فوق الجفون حوالين الودان، دي أكتر اسمها الإكزيما الدهنية. تمام. لكن اللي عند الأطفال جلد ناشف ومشقق وأحمر وبيحك جدا جدا. دكتور، في ناس ممكن ما يكونش عندهم تاريخ وراثي ولكن فجأة تظهر لهم الإكزيما، طب ممكن يكون إيه السبب بقى؟ العادات السيئة، مثلا استعمال صابون الديتول او اللايف بويز، مش بتمشي الماركات لكن صدمتيني. الصابون يا دكتور اللي بيقتل 99.9% من البكتيريا والفيروس الشديرة الوحيدة هي بطلة الفيلم، بس ده بجد ممكن يجيب اكزيما؟ ده هو السبب الاكثر شهرة في الفترة الاخيرة، ان الناس بقت تستعمله بانتشار جدا، وهو بينشف الجلد جدا جدا، ده بيموت كل البكتيريا حتى المفيدة في الجلد. الله ينور عليكي، بالظبط كده. ثانيا، ان الواحد ياخد شاور بمية حارة جدا، واظن الناس كلها بتحب تاخد شاور بمية حارة. صح. تمام. هتكلم عن الامارات بالخصوص، ان في بعض الامارات المية بتاعتها مش عذبة، اللي تنزل من الحنفية اللي احنا بناخد بيها شاور او دوش، بتبقى مالحة شوية او كتية بزيادة، ودي برضو بتضر الجلد وبتنشفه. تمام. الصابون اللي بنستعمله بنرطب ولا ما بنرطبش، وترطيب الجلد يا جماعه من بره ومن جوه، من بره بالكريمات او اللوشن او الفازلين او وريفر اي نوع مرطب بتستعمليه. تمام. ومن جوه بشرب لترين ميه على الاقل في اليوم، ده مهم جدا. لترين يعني 8 كوبايات، ده مهم جدا لكل حاجه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. تسحبي الميه تلاقي الإكزيما. شكرا. يعني ممكن يكون احنا قلنا العادات الخاطئة، المية، وان الواحد احيانا واحنا داخلين على الصيف بينسى نفسه، الناس اللي بتنسى نفسها وتقولك انا ما بشربش مية ولا نسيت اشرب مية النهاردة وفجأة ظهر لهم اكزيما، دي ممكن يكون السبب. دي اكيد سبب اساسي، سبب اساسي جلد ناشف ما بترطبش ولا من بره ولا من جوه. ونرجع نكرر تاني المفاجاه اللي حضرتك قلتيها لكل نون النسوه، الستات اللي طول الوقت كده ماشيه يا دكتور ورا ولادها بالوايبس والمطهر، واللي ماسكه طول النهار الصابون الشهير او انواع بقى الصابون الشهيره اللي بتقتل البكتيريا، دي غلط كلها يا جماعه. لازم يبقى في ترطيب، لازم لازم لازم، احنا كلنا مقصرين. يعني بناخد شاور بطريقه خاطئه بالميه الحاره، تمام، دايما بنقسى على جلدنا قوي وما بنشربش ميه كتير، وبنستعمل مطهرات ومنظفات كلها كيميكال وكلها ثوب، فكل ده بيدمر الجلد وبينشفه. حتى يا دكتور العامل الوراثي
تمام. والتغيرات الجوية، التغير المفاجئ بين الرطوبة وبين الحر وبين الحرارة، ده برضه بينشف الجو. لما بندخل من تكييف ونطلع بره في الشمس او في الحر والرطوبة، فده بيسافر بلاد برد قوي دلوقتي وتيجي صابن على الامارات، تمام، بيحصل لها اتاكس كده من الاكزيما برضه. في وشها كمان بتظهر. في الوش وفي الايدين كمان. طيب دكتور، احنا قلنا انه كمان من العادات اللي كتير بقت دلوقتي المطهرات، يعني احنا بقينا معظمنا في شنطتنا المطهرات والوايبس دي، كتر استخدامها هل منه ضرر زيها برضو زي الصابون اللي بيقتل البكتيريا؟ خلينا نعمل اتفاق مع بعض، اي حاجه لو زادت عن حدها تقلب زياده ضعف، معروفه، تمام. فانا همشي اطهر ايدي كل شويه، هي برضو المطهرات او الوايبس ديت او الكلينسر فيها كيميكالز برضو، صح ولا ايه؟ وفيها طبعا والكحول بينشف. بس خليني امنش الحاجه يا عز قبل ما انسى، في اكزيما مشهوره قوي اسمها اكزيما ربط المنزل، هاوس وايف اكزيما. اكزيما ربط المنزل بتيجي من استخدام المنظفات اللي بنغسل بيها الاطباق والصحون من غير ما نحمي ايدينا ومن غير ما نلبس جلافز. اوكي. دايما تلاقي ست البيت ايديها يا عيني مشققه وناشفه ومتجرحه، واوقات بتجيب دم، واوقات ما بتبقاش قادره ولا تمسك طماطمايه ولا برتقانه ولا تعمل اي حاجه لبيتها بسبب المنظفات. لازم تلبس كمان اي جلافز او صحف اي حاجه دينا. لازم تحمي الجلد، لان الجلد كل شويه بيتعرض للمنظفات، كل شويه كل شويه اكيد هينهار، اكيد السكين بارير هينهار. طيب دكتور فاطمة، احنا عرفنا الاسباب والعادات الغلط اللي احنا ممكن نعملها وتسبب لنا ظهور الاكزيما، هل في منها علاج؟ لان البعض بيتعالج منها وفعلا بتروح وبترجع تاني. احنا اتفقنا في الاول ان هي مرض مزمن موسمي، مزمن يعني مكمل معانا زي الضغط والسكر، موسمي يعني لازم يرجع، تمام. بس الفكره في الاكزيما اني اباعد الفترات، اوسع الجاب بين الاتاك والثانيه، بدل ما يبقى عندي اتاك النهارده وكمان اسبوع اشوفها، لا خليني اشوفها كمان شهر او كمان شهرين، انا هشوفها تمام، هترجع تاني. لاني برضو الامر مش هيخلى من اني غسلت ايدي بحاجه فيها ثوب، او اني تعرضت لتغير في الحراره، او اني تعرضت لاي مطهرات، الامر مش هيخلى، تمام. لكن الفكره اني اوسع الجاب بين الاتاك والثانيه، هوسعها بايه بقى؟ الفيرست لاين اوف تريتمنت، او اول طرق العلاج من الاكزيما، ترطيب ثم ترطيب ثم ترطيب ثم ترطيب. دي اول حاجه. واتفقنا الترطيب من بره ومن جوه، تعمليها بدهين على الجلد ومن جوه بشرب الماء. ثانيا الكورتيزون، يا جماعه الكورتيزون مش وحش، الكورتيزون مهم جدا ومفيد جدا للطب على حسب الجرعه والمده والبوتنسي بتاع الكورتيزون ونوعه طبعا، تمام. الكورتيزون مع الترطيب انت بيجيب ريزلت يعني خارقه، تحس انه ماجيك فعلا. وما فيش منه مشاكل على المدى البعيد؟ بمعنى ايه؟ ما انا قلت لان في ناس اي كلمه كورتيزون كده تدخل في العلاج يخافوا قوي ان هم يستخدموها تجيب مثلا على المدى البعيد مشاكل. في الفيلد ومش كل الناس فاهمه يا جماعه ان الكورتيزون فيه سوبر بوتنت وبوتنت وسيف وانواع كتير قوي، تمام. واني مش هستعمله مثلا 6 شهور متتاليه بشكل يومي اكيد هاخد منه سايد افكت، ولا بستعمل منه دوزس عالي اكيد هاخد منه، ولا كونسنتريشن عالي قوي اكيد هاخد منه سايد افكت. والكورتيزون مش هستعمله بس موضعي، ممكن اخد موضعي وحبوبي، يعني انا اوقات بلجأ للحبوب كمان الكورتيزون في حالات الاكزيما اللي بتبقى شديده جدا، يعني بيجي لي اوقات حالات والله فعلا مش قادر يفرد ايديه، كل ما يفرد ايديه تتقطع او تفتح وتجيب دم. ده النيد للسيستميك ستيرويد. فعلى قدر بقى ما الدكتور بيفهم الحاله ان ده كورتيزون امن اقدر احطه على وش بيبي لمده 3 شهور متتاليه من غير ما اخد منه سايد افكت، وفي انواع مشهوره ومعروفه لكل الناس مع الترطيب، وبستعمله لمده معينه اخد البنفيت وبعدين اوقف، رجعت لي الاتاك تاني ارجع احط تاني، تمام. بس فبنبقى في السيف سايد. ده كويس جدا برضو علشان الستات تطمن، لانهم بيخافوا قوي الناس من كلمه كورتيزون دي معناها هيبقى مشاكل وممكن لا قدر الله في المستقبل طبعاً. او ما بيشوفوا الرزق وزن 2 دايز من الابلاي بتاع الكورتيزون هم نفسهم بيحبوه يعني. طيب دكتور فاطمه، في نقطه تانية بمناسبه سيره الكورتيزون، احيانا الستات في الانستجرام بقى والسوشيال ميديا وكده يكتبوا خلطات لبعض، كريمات تتحط على بعض وفي منها خلطات بالكورتيزون، هل ممكن طبعاً لو انا استخدمت خلطه من الخلطات دي تسبب لي اكزيما؟ اكزيما؟ لا هي وتسبب لي مشاكل؟ طبعا تسبب مشاكل. ايه بقى زي ايه؟ زي حساسيه في الجلد، تمام، حرقان في الجلد، تصبغ للجلد بزياده او نقص صبغه في الجلد او التهاب في الجلد. لكن ما تعملش اكزيما؟ لا هم دول برضو من خصائص الاكزيما، النشافات والتصبغ والحرقان والالتهاب، لكن انها تستمر بقى وتفضل معايا كاكزيما لا طبعا. تمام. برضو في الاكزيما التلامسيه، ان انا حطيت حاجه على جسمي فحصل لي الرجي بسرعه شخصت انها اكزيما، زي اللي بيحطوا ماسكات او خلطات زي ما انت بتقولي، بتعمل حساسيه، بتعمل اكزيما طبعا. طيب
طيب دكتور، المفروض يتم علاجها في وقت قد ايه؟ يعني لو احنا قلنا دلوقتي الاعراض اللي بتظهر كده، لو ما كانش حد عارف واهملها، ايه اللي ممكن تكون النتيجة؟ والمفروض انا ابتدي اعالج نفسي يعني في وقت قد ايه، او بتاخد وقت قد ايه من العلاج؟ على حسب الحاله والسيفيرتي. يعني لما يجي لي عيان عنده تشققات فعلا جلده فاتح وبيجيب دم، غير لما يجي لي حاله بس مجرد انا حاسه ان ايدي ناشفه. اكيد اللي حاسس ان ايده ناشفه بسرعه مع ترطيب بسيط مع كورتيزون يوم ولا يومين اكيد هيتحسن كتير. غير اللي جاي لي بايدي مشققه او بتجيب دم، لا ده محتاج فتره شويه للعلاج. تمام. فورنينج ساينز اللي انت بتتكلمي عليها، ان امتى اشوف حاجه اجري اتعالج. جماعه، اول حاجه ان احس ان جلدي ناشف، ان ايدي ناشفه، اني بتنيها بصعوبه شويه، او مش مرتاحه، شعور مش مرتاحه، ايدي ناشفه. تمام. فدي اكيد ابتدي بسرعه ادور ايه اللي ناقص عندي. كمان فيتامين د مهم على فكره، لانه بنشف الجلد. الغده الدرقيه كمان مهمه، لان ناقصها بنشف الجلد. يعني ممكن كمان نقص فيتامين دي يساهم، يساعد انه بيعمل دراينس للجلد، لان هنا في الامارات في نقص كبير في فيتامين دي. يعني كل الجلد، مش في الامارات بس، في كل الجلد كلنا عندنا نقص فيتامين دي. هرمون الغده الدرقيه برضو لما بيقل برضو بينشف الجلد. نصيحة أخيرة يا دكتور فاطمة لنون النسوة، لكل الستات اللي بتسمعك دلوقتي، تقول لهم إيه؟ لازم نشرب لترين مية في اليوم يا جماعة، لازم 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 نبعد وشينا عن أي صابون أو غسول فيه مادة الصابون، نستعمل له حاجة صفري، ولازم نرطب جلدنا باستمرار. دكتور ما شاء الله عليك، النهاردة اديتينا كده نصايح مفاجأة، يعني صب فري كمان، يعني ما حطش على وشي صابون خالص، غسول خالص، اي غسول او اي صابون يبقى صفري، لان في صوابين مفيده شويه زي صابونه الجلسرين المشهوره المعروفه دي مرطبه. انا بستبدلها بالغواسيل، انت عارفه الغواسيل شويه غاليه ومش معقوله استعمل غسول بقى لمده، والحاجات دي بسرعه بتخلص. لازم نراعي الميزانيه شويه حتى لايدينا. يعني حضرتك تقصدي ايدينا او وشنا؟ يعني صابونه الجلسرين انا ممكن ادي بلادي بيها شاور عادي جدا، مفيش مشكله. طب تمام. يعني. تمام. دكتور فاطمة، مش معقول دي ان شاء الله تكون الحلقة الوحيدة مع حضرتك. اتمنى ان يكون في فقرات تانية في حلقات جديدة ان شاء الله. شرفتيني، واتمنى اكون فدتك وفدت فنون النساء جدا جدا. فدتينا يا دكتور، شكرا لحضرتك. دكتور فاطمة اسماعيل، اخصائية الامراض الجلدية من مستشفى الزهراء بإمارة الشارقة، شكرا لك، مع السلامة.